كان هناك اختلافات في وجهات النظر ما بين الدكتور هشام وما بين المهندس احمد. دكتور هشام قال لي يا جماعه مش في كل الاحوال وما اقدرش اقول انها طول الوقت. فانا حتى قلت دكتور هشام يعني مش ادمان؟ قال لي مش كل الناس مدمنه. المهندس احمد قال يا جماعه خلي بالكم هي بتتسبب بالفعل في مشاكل كتير بتحصل في العالم. وهنا كانت نقطه الخلاف، مشاكل كتير بس مش في شكل ظاهري، او بالادق مش بترقى الى مساله انها ظاهره عالميه. طيب في جرائم اصلا مثبته بالكلام ده حتى وان كانت حالات فرديه، ولكن هي حالات تم التاثر بيه الحاجات اللي بيتفرجوا عليها او بيلعبوها، زي الولد بتاع استراليا اللي دخل قتل الناس كلهم انطلاقا من تقليد اللعبه اللي هي المشهوره بدون ذكر اسمها. ثانيا الولد في برضه كان في اعتقد في ايطاليا ولد جاب سكينه جاب بطن والدته وهو لسه عنده 5 6 سنين. فبنتكلم هنا في كيسز اصلا موجوده ممكن ان احنا نلاقي بعض التأثر فيها. ولكن تعالى بقى نتكلم، هل الألعاب الإلكترونية مقتصرة على الأطفال فقط؟ لا، الألعاب الإلكترونية ممتدة حتى السن، يعني في ناس عندها 50 و60 سنة مثلا في مواصلات أو في حاجة فاتحين التليفون وبيلعبوا. تعالى نتكلم بقى تكنيكال سنة كده. أنا فاكر المزرعة السعيدة على فيسبوك. صح، ده دي كانت تامر حسني وعزة أبوه الله يرحمه. الله يرحمه. في طبعا حاجات بقى احنا لازم نوعي الناس منها تقنيا، يعني زي مثلا حاجات ممكن ان انا العبها على التليفون بتاعي بتاخد صلاحيات جوجل بلاي، تقدر من خلال التليفون بتاعي ان هي تبعت زي SMS كده عن طريق الدفع بخدمات الالكترونيه، او تقرا وباكد تاني تقرا الكريدت كارد اللي انا بربطها مثلا بحساب جوجل خاص بيا، ومن خلالها ممكن تدفع. ده علشان الناس أولاي. عادة عمياني هو بيداونلود اي ابلكيشن بيعمل اوكي 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 بيعدي الصلاحيات أوكي. اللي هي المفروض مرتبطه بالتطبيق، زي مثلا صلاحيات الكاميرا، زي صلاحيات ان هو يوصل للمعلومات الشخصيه اللي داخل التليفون نفسه، يوصل لمثلا المايك، الحاجات اللي هي المتعلقه بالسيفتي كلها خاصه بالتليفون، ويعدي كل ده. في تطبيقات يا جماعه، وفي اصلا احنا ممكن نحمي نفسنا وهنقول ده برضه ازاي، ولكن في تطبيقات عن طريق الالعاب. يعني مثلا سي خلينا نتكلم في حاجه صغيره جدا ونطبقها على الالعاب. تطبيق مثلا انا فاتحه وبقرا منه مثلا اخبار، ياخد ليه صلاحيات الكاميرا بتاعتي، ياخد ليه المايك ان هو يسمع المايك بتاعي. اذا هنا في حاجه غلط. فتعالى بقى نطبق الكلام ده على الالعاب الالكترونيه، نفس الكلام بالظبط. طفل مثلا بيلعب لعبه، ليه تفتح عليه المايك؟ ما بيجي يقول لك ليه تسمع أنا مثلا اللي بيحصل عنده؟ انا بلعب مع اصحابي، فاحنا بنتكلم مع بعض واحنا بنلعب، فاحنا عاملين فريق قدام الفريق التاني. في العاب اصلا الصلاحيات بتاع المايك هي اصلا مش موجوده داخل اللعبه. يعني سيبك من الالعاب القتاليه الجروب والجو ده كله، لا، في ممكن العب زي مثلا الشطرنج مثلا، ده واحد لواحد وخلاص بيلعبوا خلاص، هم يعني مش هيقعدوا بقى يحكوا مع بعض. ده مثلا في بعض الالعاب انا لقيتها بحاجه زي كده بدون ذكر ربط اسمها، موجود فيها ان انت تفتح صلاحيات المايك والكاميرا وتكون اصلا انيبل باي ديفول. طب دي ليه؟ تعالى بقى النقط اللي هي التقنيه ليه؟ ممكن عشان يتفاعل قدام اللعيب اللي قدام مثلا، فهي هو اصلا ما فيش حركه حاجه زي كده. ما هو ممكن يكون مثلا عاوز يعمل موف او حركه، ما انا جاي لحركه عليها تاني، فانا اقول له اثبت يلا. احنا مش بنلعب مع عيال. ما هو انا جبت اللعبه حللناها ككودنج، ما فيش اصلا جواها فكره ان انت تنيبل حاجه تبقى فيه مثلا نوع من انواع المشاركه مثلا مع اللعيب التاني وبلعب وبسمع وبفتح الكاميرا، فاصلا ما فيش جواها ككودنج حاجه زي كده. انا بكلمك في فكره اصلا موجوده في الالعاب نفسها، نخلي بالنا لان ده كمان ممكن ان هو يحصل تجسس عليا. ممكن وانا قاعد كده قاعد العب الكاميرا القداميه او الاماميه بتصورني. طب لو بتصورني بقى وانا مثلا سي انا منعكس شعري بقى ومبهدل الدنيا كده، جابتك الصوره وممكن اصلا حد هاكر يحاول ان هو ياخد الكلام ده ويبتزك بيه.